كابتن خالد، يعني أزمة رمضان صبحي بإيقافه فجأة ثم بعد 3 شهور يتم طبعا تبرئته والإعلان عن مشاركته رسميا أمام أو عموما في المباريات المقبلة لبيراميدز، شفتها إزاي؟ شفتها نوع من الافتراء على لاعب. لو كان رمضان صبحي مازال في النادي الاهلي، او لو كان رمضان صبحي انتقل للزمالك، لكان وضعه مختلف تماما تماما بالنسبه لتصريحات اتحاد الكره المصري وبالنسبه لتصريحات لجنه المنشطات المصريه. كانوا هيداروا على الاسم بصوره كبيره جدا جدا. تمام؟ انا يعني هسال حضرتك سؤال. اتفضل. مين أول واحد قال الخبر؟ مش فاكر مين؟ كابتن أحمد شوبير. تمام. أول واحد أول قال الخبر وما رضاش يقول الاسم، بس لمح ليه يعني. وأعتقد إن أنا شخصيًا عملت معاك مداخلة قبل كده وقلت لك الكلام ده لو أنت ناسي. أيوه فاكر. فاكر وكنت بدافع عن رمضان. رمضان صبحي. تفتكر مين اللي قال لكابتن شوبير؟ يعني ممكن لا يعني ممكن وإيه يبقى مسؤول مصلحته؟ في بيراميدز، ممكن يبقى مسؤول في المنظمة نفسها، يعني بشكل عام هو ده خبر. أولا شرف المهنة وشرف العمل وشرف بني آدم قد يكون مظلوم، إن أنا ما شربش الخبر للإعلام إلا بعد التأكد 100% من إدانة اللاعب. طيب بس هنا خلينا بس نتفق ان هنا مفيش اي لوم على كابتن احمد شوبير، لانه في النهايه جاله خبر والخبر طلع بعد كده انه صح ببيان رسمي، فبالتالي هو اعلن عن الخبر وقتها. انا ما انت بتتكلم على من سرب الخبر. هقول لك حاجه. اتفضل. طبعا انا طبعا مفيش اي لوم على كابتن احمد شوبير على فكره. خالص. نهائي والله. بس انا لو حد قال لي مش هقول. ايوه راجع لكل واحد بالظبط كده. يعني ممكن انت حضرتك تقول ما تقولش، ممكن اقول خبر زي أنا ده. انا مثلا هيجي حد يقول لي والله رمضان صبحي منشطات وفي عينه فاسده، فانا يعني لسه هيشوف عينه الثانيه وبتاع، انا ماليش علاقه. ليه؟ لان رمضان ده لاعب وده مستقبله. وخد بالك كمان في لغط كبير جدا على موضوع رمضان منذ انتقاله من الاهلي لبيراميدز. تمام. فالخبر لما ينزل هيعمل لغط كبير جدا جدا، وفي ناس كتير هتكون ضده. تمام؟ واللاعب اكتر حاجه تضايق اي بني ادم في الدنيا هي الظلم. لما يحس بالقهر وبالظلم وان الناس كلها بتتهمه بشيء هو ما عملهوش، فالموضوع ده بيبقى قهر كبير جدا للاعب في قيمه رمضان صبحي. ثانيا بقى اللي انا عرفته، ويمكن انت كنت بتتكلم دكتور شهاب من شويه. اولا اللي مسؤول عن العينه فاسده او مش فاسده هو لجنه المنشطات نفسها. اللاعب بتاخد منه عينه A وB. لو الA طلعت ايجابيه من حق اللاعب انه يقول لا حللوا لي بيه. تمام؟ لو العينه ولا طلعت ايه ولا طلعت ايجابيه ولا نيجاتيف ولا بوزيتيف وفي حاجه غريبه وعجيبه، ما ينفعش انا اسرب الموضوع للاعلام واطلع للناس انه خد منشطات وكمان اوقفه. يعني طب هسال سؤال، هو موقوف بقاله تقريبا داخل في 3 شهور. كان حسام حسن كابتن حسام حسن هيضمه للمنتخب ما خدهوش. في ماتشات في بيراميدز كسب مثلا 8 9 ماتشات ما خدش مكافاته. تمام؟ ممكن جزء من فلوسه يتخصم من عقده بسبب ان هو قعد 3 شهور ما بيلعبش. تمام. اتفضح في العالم كله وده اخر رمضان وده اخر تم التشهير بيه والاساءه لسمعته. بالظبط كده. وده مش سمعته بس بقى، وتم التشهير بيه وبشريف اكرامي نفسه يعني خلاص بقى كله بيطال اللي حواليه يعني. فاهم قصدي؟ والسوشيال ميديا كمان شهرت بيه. خلاص؟
دلوقتي اللاعب طلع بريء. يعني اللاعب طلع بريء. ايوه. مين اللي هيشيل الفاتوره دي؟ لا عادي، ما تقال له انت بريء وهتلعب وخلاص. ويقعد طيب ساكت بقى. نادي بيراميدز ده مش كان محتاج لاعب زي رمضان مثلا في ماتش الاهلي الاولاني؟ لا هو محتاجه في كل الماتشات، مش في الاهلي بس. انا بكلمك ماتش مصيري. ماتش الاهلي اللي فات وفي كل الماتشات. وماتش مصيري، انا بتكلم على ماتش مصيري. ماتش مصيري طبعا. مصيري. طيب يعني نادي بيراميدز مش تضرر هو كمان؟ فهنا السؤال، هنا السؤال يا جماعه والله. بالمناسبه حسام حسن كان هيضمه للمعسكر اللي فات، وتم استبعاده بعد الاعلان عن القضيه الخاصه بان هو يعني عينته ايجابيه او العينه فاسده ايا كان، بعد ايقافه يعني. بالظبط بالظبط. على المهم ربنا جاب له حقه، والناس كلها متعاطفه معاه سواء اهلاويه او زملكاويه. كتير من الاهلاويه متعاطفين مع رمضان رغم ان هو سابهم وراح نادي بيراميدز، لكن هم كتير من الاهلاويه وكتير من المصريين والزملكاويه ما بيحبوش الظلم. فبيتعاطفوا ما يحسوا ان البني ادم اتظلم. الراجل ده اتظلم، ولابد ان يكون في حساب للي ظلم. النجم الكبير الكابتن خالد الغندور، نجم مصر ونجم نادي الزمالك طبعا الاسبق، معلقا طبعا على ازمه ايقاف رمضان صبحي ثم تبرئته فجأة وبدون مقدمات.